بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لوحة صخرية توثق المكونات البيئية الحيوية في الماضي البعيد، ونلاحظ من خلال الصورة أو من خلال الرسوم أنها رسمت في عصور متتابعة وليس في عصر واحد. كل هذه الحيوانات في معظمها ذهبت من هذه الجبال، من هذه الوديان، ربما لم يبقى منها غير هذا القطيع من الماشية، وهذا القطيع أيضا مستورد. هذه الضان الحبس لم تكن معروفة في المنطقة من قبل، أيضا هذا النوع من الماعز لم يكن معروف في الماضي، ولكن مما تم توطينه هنا، ولذلك هناك تواصل بيئي بين مكونات بيئة هذه المنطقة في الماضي والحاضر، فيما حفظت لنا هذه الصخرة ما رسم فيها عن الماضي الجميل بكل تفاصيله.